الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا ومرحبا بكم. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين دولتين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تبادل الرئيس السيسي وبوتين خلاله التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا كما بحث الرئيسان سبل تعزيز أطر التعاون بين البلدين، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما. كما ناقش آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، لا سيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في أفريقيا التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد قدرة مصر على تخطي التحديات والصعوبات. وخلال فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة واجهت صعوبات وتحديات كثيرة خلال الفترة الماضية، وتم دفع ثمن كبير لمواجهتها. وشدد السيسي على أن الإرهاب لا يستطيع هدم أي بلد إذا كان مواطنه على قلب رجل واحد، موضحا أن الدولة تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح. وأوضح الرئيس السيسي أنه اختار العمل على بناء الدولة بالتوازي مع جهود القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، بدلا من حشد كل جهود الدولة لخدمة المعركة ضد الإرهابيين. فرضت روسيا عقوبات على 144 مسؤولا حكوميا وصحفيا ومشرعا وشخصيات عامة أخرى في دول إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت ردا على ما وصفته بالضغط النشط من قبل الدول الثلاث من أجل مزيد من العقوبات ضد روسيا وتدخلها في شؤونها الداخلية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مشروع الموازنة الجديدة للولايات المتحدة سيبلغ 6.9 تريليون دولار، ما سيعمل على تقليل العجز ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة. وأكد بايدن في كلمة له أن الميزانية الجديدة تستهدف رفع العبء عن الأمريكيين الكادحين وضخ استثمارات أكثر في قطاع التصنيع. اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أنه من الضروري وجود شراكة وثيقة بين بلده وفرنسا عشية مشاركته مع الرئيس إيمانويل ماكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ 2018. وقال سوناك في بيان أن تاريخ البلدين المتجذر وتقاربهما ورؤيتهما المشتركة للتحديات العالمية تعني أن شراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب، بل إنها ضرورية. وأضاف سوناك أنه من الضروري تعزيز أسس التحالف بين البلدين ليكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل. قالت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية إن الإضرابات التي تم تنظيمها احتجاجا على إصلاحات الحكومة لنظام التقاعد ستؤثر سلبا على حركة القطارات عبر الحدود بين فرنسا وألمانيا اليوم الجمعة. وذكرت شركة السكك الحديدية الوطنية أن 40% فقط من القطارات التي تشغلها الشركتان الحكوميتان الفرنسية والألمانية ستعمل على المسارات السريعة بين باريس وفرانكفورت وشتوتغارت.
نتمنى مشاهدينا لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وتقبلوا تحياتي أنا لاشطة. إلى اللقاء.